حالا هنبدأ مع بعض حلقة جديدة وهاتها من الشبكة. طبعا بيكون في كل حلقة بيكون معايا ضيف مختلف. النهاردة ضيفنا مختلف فعلا بمعنى الكلمة. ضيفنا نجم اسمه أشبه بشهادة الضمان أو الجودة. مجرد ما تشوفه تعرف وانت مغمض انك مقبل على مشاهدة عمل قوي جدا ومحترم وتحت محترم 10 خطوط. معايا ومعاكم دلوقتي النجم الكبير أستاذ محمد رياض. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين طيبين ومصر طيبة وخير يا رب إن شاء الله. احنا برنامجنا زي ما واضح من اسمه هاتها من الشبكة بنتكلم في الكورة ويعني شوية كده في الفن. معانا أول فقرة مونديال النجوم هنتكلم في مصطلحات الكورة وفي حياة حضرتك، بعد كده هنروح لهنا موسكو ونتكلم على كأس العالم، بعد نخرج بقى بره الملعب نتكلم مع بعض. تمام؟ تمام يلا ننطلق. هنبتدي مع بعض على طول بمونديال النجوم، واهم هدف كنت حاطه دايما قصاد عينيك من اول ما بدات كان ايه؟ كان بالنسبه لي ان انا يعني احاول بقدر الامكان اقدم اعمال يعني تتوافق مع يعني اللي انا مؤمن بيه بالفن، انه الفن مش مجرد بس متعه، المتعه طبعا مهمه جدا في الفن، لكن برضو يبقى فيه رساله حتى لو كانت بسيطة أوي. ده اللي أنا كنت مؤمن بيه وكنت بحاول أحطه هدف قدام عيني بقدر الإمكان، حاولت يعني. طب عايزين طبعا أكيد في فرص عدت على حضرتك وفي فرصة على الأقل ندمت عليها. ما فيش حاجة تقريبا ندمت عليها. قبل الماتش عموما في اللعيبة كده بيبقى عندهم إطالات إحماءات الحاجات دي عشان يجهزوا الماتش. محمد رياض بيجهز ازاي لاعماله اللي جاي؟ بس عايز اقول لك حاجه، الرياضه جزء مهم عندنا في شغلنا. طبعا اللياقه البدنيه مهمه بالنسبه لنا، زي اللياقه الذهنيه، زي اللياقه الفنيه، دي برضو كلها مرتبطه ببعض. لكن حضرتك تقصدي يعني انه انا بستعد للشخصيه اللي انا بعملها بقرايه الورق كويس جدا، النص يعني اللي بيجي لي سواء بقى كان مسلسل او فيلم او مسرحيه، بقرا دوري كويس قوي، بشوف دوري علاقته بالشخصيات الاخرى، بحاول اكون يعني اطار عام كده للشخصيه، المظهر الخارجي بتاعها، المظهر الداخلي، بعمل شويه استعدادات، ودي مهمه جدا جدا عشان لما ابتدي اصور ابقى جاهز. ومع يعني مع بقى المباريات يعني مع المشاهد واحنا بنعملها لياقتك بقى بتبقى كامله 100%. طب خلينا نروح لهنا موسكو ونروح ل يعني لحظه التاهل لكاس العالم، قضيتها ازاي؟ قضيتها زي كل بقى مصري يعني، كنت على اعصابي، واحنا تخيلي 28 سنه ما دخلناش كاس العالم، وصلنا للاخر ماتش كذا مره قبل كده اللي احنا هيؤهلنا لنهائيات كاس العالم وما كانش بيحصل فيه نصيب. فالماتش الاخراني بتاع اوغندا ده لما جان فينا الجون التعادل ده فلحظه انهيار، بجد انهيار رهيب. والحقيقه عبر عن اللحظه دي محمد صلاح كما لم يعبر عنها اي فنان في العالم. لحظه تدرس الحقيقه، محمد صلاح عملها بشكل عفوي، ولكن هي لحظه تدرس دراميا. انا بتكلم بقى دراميا دلوقتي، لحظه الاحباط والحزن والفوقان من لحظه الاحباط دي وتحمله لمسؤوليته ودوره في تشجيع نفسه وتشجيع الناس اللي معاه وتشجيع الجمهور. فربنا سبحانه وتعالى اراد انه الشعب ده يعني يفرح، وان هو كان محبط لمده 28 سنه، ان هو ربنا اراد ان ما يزعلناش، الحمد لله كان الجون. فكانت لحظه فارقه في حياتنا بصراحه. كده خلصنا هنا موسكو، وهنروح بقى دلوقتي لبره الملعب، بس نروح الفصل الاول استاذنك وبعدين نرجع بقى نروح بره الملعب. اتفضلي يا فندم. لسه مكملين مع بعض، خليكم متابعين، هنروح بس الفصل صغير كده نرجع لكم تاني.
رجعنا لكم مرة تانية ومكملين مع بعض هاتها من الشبكة ومعايا ومنورني في الاستوديو النهاردة يعني أستاذ محمد رياض، حاجة جميلة. هنروح بقى لكل الأعمال الفنية أو هنبتدي مع بعض. طبعا لازم أقول لك ألف ألف مبروك على مسلسل رحيم. قول لنا إيه اللي شجعك على الدور ده؟ يعني أنا عارفة أنت بتحب تقرأ الورق كتير وكده، إيه اللي شجعك على الدور ده بالذات؟ والله شجعني حاجات كتير. أولا أنا وياسر هنشتغل مع بعض. ياسر يعني صديق عمري يعني وزمايل في المعهد واحنا بينا عشرة طويلة قوي. ياسر نجم ناجح جدا 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 السنة اللي فاتت في ظل الرئيس، فالشغل برضو مع ياسر السنة دي هيبقى له طعم خاص. الكاتب اللي كتب ظل الرئيس هو الأستاذ محمد إسماعيل، وكاتب محترم جدا، وإخراج كمان الأستاذ محمد سلامة، وهو شاب رائع بصراحة. هيبقى مفاجأة رمضان السنة دي إن شاء الله، يعني ناس هتشوفه النهاردة وهتشيد إن شاء الله بيه جدا جدا. الشخصية بقى أنا عايز أروح بقى للوك الأول قبل الشخصية. بعض الصحفيين قالوا عليه إن هو لوك من هوليوود، أو يعني وصفوه بالوصف ده، كلمني عنها، جت إزاي؟ مين اللي اختاره؟ لا يعني مش عايزين نقول من هوليوود وكده، بس هو لوك مناسب، كان مناسب للكاركتر اللي انا بعمله. ما بحبش عاده، انا في شخصيتي انا كمحمد ما بحبش اعمل لوك يعني يلوى عمق الشخصيه. انا بحب اللوك يبقى هو مناسب للشخصيه، لان احنا في الاخر بنقدم شخصيات لحم ودم، شخصيات نصدقها. فالحقيقه اللوك مناسب جدا جدا للشخصية. يعني ممكن بعمل شخصية تانية مش هبقى نفس اللوك. يعني صاحب فكرة هذه اللوك والشكل اللي الناس بتشوفني عليه إن شاء الله في رحيم هو الأستاذ ريمون مقار. خلينا كمان نبارك لك طبعا على النجاح كبير اللي عملته في الأب الروحي الجزء الثاني. رأيك إيه في الحالة اللي عملها المسلسل ده، ورأيك في النوعية دي من المسلسلات الطويلة؟ يمكن فعلا المسلسل ده ملحمة، عمل صدى كبير جدا والناس تبعته بطريقة محدش كان متخيلها، فرأيك ايه؟ طبعا هو مسلسل ناجح جدا بكل المقاييس. الجزء الاولاني نجاح كبير قوي، والجزء الثاني الحمد لله اللي انا يعني مشارك فيه برضو الحمد لله يعني محقق ترند عالي جدا 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 على فكرة على اليوتيوب بشكل غير مسبوق. هي ملحمة. هو كان من بداية اللي انا عرفته انه دي ملحمة خمس اجزاء، والخمس اجزاء ان شاء الله هيتموا. ده الجزء الثاني اللي احنا بنصور فيه، حتى احنا لسه لغايه دلوقتي بنصور فيه. اعتقد هتكملوه، يعني هيكمل بقيه الحلقات بعد رمضان صح؟ ان شاء الله. يعني احنا هنتوقف الجزء ده، هيتوقف جزء منه نصه بالضبط لغايه ال 30 او 31 حلقه اعتقد قبل رمضان، وبعدين ان شاء الله هيبقى بعد كاس العالم باذن الله ال 30 التانيين اللي هو يبقى ينتهي بهذا الجزء الثاني. ايه جديد بقى بعد الاب الروحي وبعد يعني مسلسلات رمضان؟ لا والله ما يعني انا كنت ماضي مسلسلات السنه دي. يعني عايز اقول لك انه بعد كفر دلهاب الحمد لله ونجاحه كان قوي بطريقه ما شاء الله، ونجاحه الكبير جدا جدا. وفرصه اقول لك كمان ان شغل اللي انا بعمله انا ويوسف الشريف يمكن في مسلسل كفر دلهاب ولعبه ابليس يعني الناس حباه جدا جدا. خسرناكوا في رمضان السنه دي والله. لا يعني يوسف انا عارف انه بيعمل فيلم دلوقتي، لكن طبعا انا بحب اشتغل جدا 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 مع يوسف الشريف. يوسف الشريف فنان رائع ونجم رائع وانسان اروع، يعني انا بحبه جدا. فانا يمكن كلامي هيبقى يعني في مجروح عن يوسف الشريف، لكن الحقيقه انا مفتقده كمان معاه. يعني انا بحب جدا شغل مع يوسف وبحب كواليس العمل معاه. بالتوفيق دايما، وبشكر حضرتك لوجودك معايا النهارده. كل سنه وحضرتك طيب ودايما منورنا في رمضان. ربنا يخليك، وانا بشكر كل الساده المستمعين، ورمضان كريم، ويا رب بلدنا تبقى احلى بلد في الدنيا. احنا بلد كبيره جدا وبلد عظيمه وشعبها عظيم، يا رب بس ان احنا نحب بلدنا اكتر من كده شويه، وكل واحد مطلوب بس منه ان هو يشتغل في مكانه، يعني ما هو بس يعمل اللي عليه في شغله، وان شاء الله هنبقى احسن بكتير يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك طيب. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من هاتها من الشبكة. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة. خليكم متابعين دايما الراديو 90 90. كنت معاكم غدير حسين. سلام.